مشاهدينا بدي حييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، ومع بداية الحلقة بدي نبه كل يلي بدهم يسلكوا طريق النقاش الرابية أو الرابية النقاش ما يسلكوها حاليا، لأنه في ستار مازوت انقلب على الطريق على الجسر يلي بيربط بين النقاش والرابية، وأكيد في صعوبة السير. بقى من هيك نحن عم نشوف الصور يلي وصلت لنا، أكيد ستتخذ كل الإجراءات لرفع الستان عن الطريق العام وترجع الطريق أكيد تسلك مسارة. من هيك اللي هلأ منه مضطر يسلك هالطريق هيدي ما يسلكها، وبالتالي طبعاً شرطة بلدية الرابية بتكون عم بتحول السير لمطارح تاني. هذا هو سبب عجقة السير يلي حصل منذ بعض الوقت على طريق الرابية النقاش. ببداية الحلقة كمان بحب أقول أنه اليوم رح دوي على اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يلي هو بيسائب كل سنة ب 26 حزيران. إذا استبقت قبل بيومين هو كل يوم لازم نكافح المخدرات، هيدي ما بدها يوم عالمي، ولكن هاليوم العالمي بذكرنا بضرورة مكافحة هالآفة يلي كتير اليوم عم بتأثر على شبابنا على عيالنا، خصوصا الناس اليأسانة بتفكر للحظات إنه هي إذا تناولت المخدرات وكأن صارت عايشة بعالم حلو. لا بالعكس تمام، نحن مجتمعنا عم يتأثر، بلدنا عم يتأثر، خصوصا بآخر قضية الكبتاغون يلي وصلت على السعودية، وكلنا بنعرف إنه آثارها السلبية بعد لهلأ ما انتهت، لا على سمعة البلد ولا على اقتصاد البلد وعلى الانتاج اللي كان وصل للأراضي السعودية وما قدر فات. نحن بدنا نكون داعمين لكل الجهود يلي عم تنبذل مشان مكافحة هالآفة هيدي، بدءا من الترويج ووصولا إلى طبعا الناس يلي بساعات ما بعرف إذا بدي سميها ساعات تخلي. يمكن برحب فيك استاذ جوزيف حواد، رئيس جمعية جاد. صديقة قديمة ودايمة لجمعية جاد، ولا أنا من البدايات استذكرنا الله يرحمه بيربن وسكر يلي كان السباق بتأسيس هالجمعية هيدي، ومن وقتها لليوم حملتوا المشعل حتى تنوروا حتى نخبر الناس إنه المخدرات شيء آفي، يعني مش بس بتنزع مجتمع ومستقبل بلد كمان. أنا بقول عطول إذا أردت أن تقضي على التاريخ خدر شباب الأمة، وهي اللي عم بينجحوا فيه. والسنة الشعار أخذتوه نص المليان. صحيح. النص المليان شو بتقصد فيه مسيو حوات؟ نحن بننطر هيدا النهار بالسنة لنفرج العالم الإنجازات الحلوة اللي عملتها الأجهزة الأمنية بلبنان بموضوع مكافحة المخدرات. يعني اليوم بمؤتمر صحافي بوزارة الاتصالات، بعدك جاي من المؤتمر لعنا. صحيح. بحضور أربع وزراء معنيين بهذا قادة الموضوع، قادة الأجهزة الأمنية، معركة والأمن الداخلي، نائب الصيادلة، نائب الأطباء، وناس مهتمين، جمعيات تشتغل مثلنا على موضوع مكافحة الأدمان. أطلقنا فيه الأول مرة بلبنان أرقام أحصائيات. نعم. الجيش اللبناني شو ضابط آخر سنتين، الجمارك شو عاملين إنجازات، قوى الأمن شو عاملين، بقي بس مديرية الأمن العام لح تعطينا إياهن، لح نجمعهم نغربلهم، لأنه ممكن يكون جهاز كاتب عن ذات العملية ما يبين أنه في تناقض بالأرقام. وطلبنا من الوزير الصديق طلال حواد فريق العمل يلي معه وزارة بالوزارة نبلش نوزع لضباط الارتباط للسفرات لوزارة الخارجية أنه فرجوا الوجه الحلو للبنان. أنا بس بدي أعطيك مثل صغير، شعبة مكافحة المخدرات بالجمارك يلي ما بيملكوا ولا أي تجهيزات، بدهم 33 سكانر لنضبط الحدود، ما عنده ولا واحد، قادرين عاملين بظرف 4 أشهر 5 أشهر 72 مليون حبة كبتاغون ضابطينهم. يعني هو لازم نفرجيهم للعالم انه في اجهزة عم تشتغل مشكورة، في ارقام كبيرة عم نضبطها، بس مش معناتها اذا في وحدة راحت ما ضبطوها يعني بطلت الدولة اللبنانية عاجزة. اليوم واصلين للأسوأ بموضوع العقوبات، بس هالملايين يلي عم تنضبط بهيدي شو بيكون مصيرها؟ انا اول كلمة هيدا سؤال خطر، سؤال طب مين بيتصرف؟ شفنا فضائح بكولومبيا وبالمكسيك منا موجودة. بس انا برجع بقول بس نحن مثلا اخر قضية فضيحة، فضيحة الكبتاغون انه معقول تقطع، وبعدين السلطات السعودية تقول صار وصلنا ما بعرف قبلها كم مليون، بس ما انحكى فيه، ليش انحكى بهيدي؟
أنا بكلمت اليوم بالمؤتمر قدام الوزراء طلبت من معالي وزير الداخلية ينفتح تحقيق بالعمليات اللي عم تنضبط خارج لبنان. نحن 100 مليون حبة كابتاغون لقطوا من شهر بأندونيسيا طالعين من لبنان. 100 مليون حبة يعني هو في مواد أولية لصنعون هودي، مش مين ما كان بيقدر يفوت السلائف على لبنان. أكيد ونقول كابتاغون يعني كافيين أبيض يعني أمفيتامين يعني في مواد أولية. يبلش لبنان يشتغل جدي على فتح ملفات العمليات الكبيرة اللي عم تنضبط خارج لبنان طالعة من لبنان. هي أول خطوة. نعم. تاني خطوة السكانر، بدنا 33 سكانر لنضبط المطارات والبور. نحن سكانر واحد على البور. هلأ عم ينشغل فيه بين النايب وبين إذا بنتركه بطرابلس يا ما بنرده على بيروت يا ما. يعني إذا جبناه على بيروت تركنا طرابلس مفتوح يا بورصايدة مفتوح يا المعابر يا المطار يا كلهم بدهم مراقبة ما فينا. ولبنان كلنا منعرف صناعة الكابتاغون من وقت المشاكل بسوريا انتقلت صناعة الكابتاغون من سوريا على لبنان. نحن قبل النزوح السوري ما في شيء شخصي بس هي الواقع، قبل النزوح السوري ما كان عندنا مشكلة كابتاغون لبنان، حشيشة ايروين بيزرعوا الأفيون هودي هن كنا. بس للأسف وكان تطلع قوى الأمن تتلف الزراعات شكليا، بس كانت تطلع كنا نشوف شيء على القليلة. لازم يتخذ قرار ما عاد مسموح لبنان عم بيدفع حقها هالفاتورة. اليوم آخر فاتورة دفعنا حقها مع السلطات السعودية ما بينلاموا بعدين. نحن ما عنا رمان، كيف فات الرمان؟ ما عاد حدا حكي بالموضوع. طب هذا الرمان كيف فات على لبنان؟ مين حط هالكابتاغون؟ حكيوا بقرية الطفيل، يعني مين مضي على أنه لبنان المنشأ مثلا؟ مين كيف طلعوا؟ مش لازم يعرف الرأي العام يلي تأثر اليوم باقتصاده بإنتاجه بسمعته بعلاقاته وواصلين للأسوأ. بعدهم مجلس تعاون دول الخليج، أنا عندي علاقات خاصة مع أشخاص فاعلين بالإنتربول. نعم. نعم. بالأخص العربي رايحين للأسوأ، مقاطعة نهائية للبنان للبضائع. هلأ قدر حدا عمل واسطة وفوت البضاعة اللي كانت محجوزة على حدود بين لبنان والرايحة على السعودية، بس عملوا لنا ستوب. بس واصلين للأسوأ، كل مجلس تعاون دول، مجلس تعاون دول الخليج رح توقف التصدير من لبنان من وراء الموضوع. أرجوكم دولة رئيس مجلس الوزراء حضرتك المعنى الأول كقانون لبناني بحكومة تصريف الأعمال لازم نزيدها، لأنه هن يعني حكومة تصريف أعمال ومش عم نلاحظ عم بيصير شيء بالبلد. يعني ما معالي وزير الداخلية كلفه فخامة الرئيس يستلم هيدا الملف هالموضوع. صحيح. ضروري 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 يتعالج. اليوم شو كان موقفه بمؤتمر؟ ما كان اعتذر عنده ارتباط مسبق، بس مش عم نقدر نعمل موعد نحن وياه. يعني في كتير أمور، نحن أول ما طلعنا لعنده حطينا نقاط على موضوع المخدرات. لازم الدولة اللبنانية تتصرف معيد مسموح. هالكمية وهالاستهداف اللي عم بيستهدفونا فيه بالمصانع داخل لبنان والخارج لبنان، في منه عم بيصنعوا بلبنان، في منه عم خارج لبنان وبيجوا على لبنان، معيد مسموح. لازم نطلع عند إخواننا السوريين نعمل نحن وياهم نقاط مشتركة للمخدرات. لحوب الأردن في نقاط مشتركة على حدود لموضوع المخدرات. ليش نحن ما بده يكون عنا؟ شو ناقصنا؟ ومش من اليوم السحوات، ما حدا يقول بدي من اليوم لك يعني. بس الدولة منا اخذ قرار. نحن خلينا نوقف التهريب كل شيء، كل شيء مش بس على موضوع المخدرات. عديد شعبة مكافحة المخدرات بالجمارك اني 7-8 اشخاص بس قدروا. عم بتخبرني الجمارك عنده انجازات من عنده انجازات ويشكروا عليها. الله يحميهم. طيب اليوم في عنا مكتب مكافحة المخدرات ما ما بحكي عنه. انا بدي احكي يعني ما عليه يعني باخر عملية صارت معلش إذا ب 18 مليون. طيب إذا ب 18 مليون دولار كانت القيمة بوقتها، طيب منغرم بمليون ليرة؟ طيب كيف على القليلة ردوا 18 مليون؟ ما بدنا شيء. على القليلة في فضيحة بنشتري فيهم سكانر. في فضيحة أكثر من هيك يلي هي إنه في واليوم وقت تروحي تتلفي مخدرات بإشراف النيابة العامة. أكيد. طيب انتلف مرة ومرتين وذكر بوسائل الإعلام وهن مش متلوفين. عرفنا مين يلي ماضي كيف انعملت هالعملية. بلشت حديث حضرتك انه هالاشياء اللي عم تتصادر شو اللي بيأكد انه عم تنتلف وين عم بتروح كيف عم بتروح؟ هيدي كنا نتلفها قبل بإشراف النيابة العامة، ضباط الارتباط، بركي عم بيحرقوا طحين، بركي عم بيحرقوا يا مسحوات. من جمعة هز البلد نعم نفتش بالتفتيش على علبة حليب للأطفال.
لقينا انه تلفين ما بعرف كم علبه حليب لانه خلصت تاريخهم للعين. اللي فهمنا انه بوقتها انه سحبون قبل ما تخلص تاريخهم بال 2018 19، بس حتى عملوا البرمه يعني حكيوا كتبوا للانماء والاعمار ولوزاره البيئه ولوزاره الاقتصاد ولوزاره الماليه، اخذت البرمه سنتين لا تلفناهم. طب ما هيدا كمان هذا هالروتين في شيء مش الروتين طبيعي. الروتين الاداري صحيح، هو قله العناصر والتجهيزات والنيابة العامة. أهم شيء اليوم يكون في جسم قضائي متخصص بموضوع المخدرات، يعني من بعد يكون في الفاصل رح نحكي بهذا الموضوع. بنتابع الحل عنا مع الرئيس جمعية تجاد جوزيف حوات، قلنا نص الكباية المليانة، ولكن اليوم أكيد كل الجهود الموضوع نحن بدنا نحييه، ولكن في أمور كمان عم بتصير مش مسموحة، خصوصا لما بتنعلن بالإعلام وما بتكون خفية على حدا، مثل ما صار مع رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالبقاع مثلا. يعني اليوم يمكن رجع على وظيفته وقت الحادثة كان عم بينقل بالآلية العسكرية. طيب ما عرفنا هلا، يعني هو لازم يفرجوا العالم نتائج هالتحقيقات لترجع الثقة نتفي. إيه بس ذكرت من صحوات القضاء، ما عندنا قضاء نحن مختص بهذا يعني صحيح الموضوع. بكل دول العالم بتلاقي إدارة مكافحة المخدرات إدارة مستقلة، بتلاقي لها قضاة متخصصين بموضوع المخدرات. اليوم إذا مزبوط بدنا نعالج مشكلة المخدرات بدنا نبلش بجسم القضائي نألف. أنا في أحد الرؤساء يعني بقدر سمي اسمه، يمكن اليوم صار على التقاعد، القاضي الرئيس جورج رزق بفترة من الفترات اشتغل كتير يمكن بصفة شخصية ما بعرف على موضوع المخدرات، وأنا استقبلته بفترة من الفترات لأنه كان مهتم. بس اليوم بدنا جهاز يكون رسمي، ما هيك؟ صحيح، مش أتيتر بيرسونيل متخصص بموضوع المخدرات. تجارة، ترويج، تعاطي، خصوصا أنه لبنان يعني أقر قانون أنه زراعة الحشيشة لمواد طبية. هيدا مضي فخامة الرئيس ومضي مجلس النواب ووقف لأنه بده لجان وبده مجلس وزراء. طيب، وبده طيب لو يومتها ما كانش انتشلنا شوي اليوم بهالأزمة هيدي، إذا كان لو كان هلا هيدا القانون ممكن يجيب لنا مليار دولار إذا عرفنا نفذناه، إذا كان في رقابة مشددة، إذا راحوا فعلا للدواء. بس ستنا نحن من كم أسبوع شفنا حاجز للجيش حرقوه، شفنا حاجز تاني اجوا بالجرافات للأسف في ضيع ومناطق معهم سلاح اكثر يمكن ما مكتب المخدرات. هيدي الخطوره. اليوم ما فينا ننفذ قانون، اول شيء بدنا نهيئ الارض له، بدنا نقنع هالمزارعين انه انت رح تصير شرعي، ما بتعود مطلوب، ما بقعد في مذكره توقيف بحقك، انت رح تقبض حق. الحرب وقتها تحددت مسيو حوات بمناطق محدده، مش بكل المناطق الزراعيه تحددت. انا كنت ضدها، يعني ما فيك تيجي تقولي بحق لك ابن الهرمل تستفيد وابن جبال عم بيزرع ليمون مع أرض. بلكي طبيعة أرض، هي طبيعة الأرض فوق بدون شك نوعية التربة رح تكون الأفضل، بلكي تتنحصر بمكان واحد. هلأ هي قانون كتير صعب، اشتغلنا عليه قانون كتير صعب، كنت مع اللجنة وعم بشرف على القانون أنا كنت ضده وجربت وقفه، بس وقت لقيت أنه ما في أمل مشي بس وين شفت انه في مليار دولار ممكن يجوا للبنان، قلت يا صبي فوت باللعبه. مشي حبر على ورق للاسف بس الشديد، بس رح نوصل له، رح يتنفذ إن شاء الله. بس في صعوبات ليتنفذ. خلينا نفوت شوي بالارقام. نسب اليوم يعني الناس لما بتيأس بتلجا للسيجاره، بتلجا للامور يلي بتفتكر انه بتعطيها سعاده او بتنسيها وقعها، وما اكثرها وقديش انعمل من الحملات حتى يرجع لبنان يستعيد عافيته من هالناحيه هي، وكأن شيء كل هالجهود اللي عملتوها وانعملت اليوم نحن اصلا عم نفشل بشغلنا. معك حق 100%، بس مش جاد بتتحمل المسؤوليه اكيد. لا لا، مش جاد اللي بتتحمل المسؤوليه، واقع العام اليوم عم يفرض على الناس يلي بتستسهل الموضوع ما عم تقدر تواجه، مثل ما عم نسمع انتحار كل يوم 3 اشخاص مثلاً. انا قلت امبارح 3 اشخاص منتحر اليوم، في واحد منتحر اليوم، عم بعمل ارشيف ودراسه حوادث سير. أيه. ميت 7 أشخاص بثلاث أيام بحوادث السير، وهيدي العائلة حرام يلي راح تستقبل الوالد اليوم 3. شو عنا بالإحصاءات هلأ قبل ما نفوت كمخدرات بيور مخدرات؟ 30% من حوادث السير المميتة اللي بتصير باللبنان هي تحت تأثير مخدر ما، 30%. بعدنا لهلا هيك ما رجعت، هي هيدي دراسة عالمية. بس على مستوى وصلنا لوقت كانت خفت مثلا بوقت من الأوقات، هلأ بعد كورونا زادت، زادت. للأسف بعد كورونا زادت. نعم، حتى خلال فترة كورونا زاد تعاطي الكول
كميات الأدوية المسكنة بشكل مخيف. إذا لقيوها البيع عبر الإنترنت صار يوصل لك الكول ديليفري على البيت، هو ما كنا نشاهدهم قبل. زادت أسعار المخدرات حكما، وزاد أسعار الكمان، كل شيء زاد أسعاره بسبب انهيار الليرة. صحيح، بس الفريش ماني يعني اليوم مأمن لهالممنوعات بموضوع المخدرات. هني ليش بيركضوا بيروحوا لموضوع المخدرات؟ لأن في نقدة وفي أرقام كبيرة، وفي وبالأخص إذا بيعوا لبر. نزل عندنا مستوى أعمار المدمنين، هيدي شغلة خطرة جدا. يعني صرنا 16 سنة المعدل الوسطي، ما كنا قبل 4-5 سنين 23 سنة. صار عندنا بين 22 و26% إناث بنات، ما كنا نشوف قبل بنت بتتعاطى، بنت بتتاجر، بنت بتروج، كان بس الإناث السيدات بالزراعة بجيبها يتجوزها 2-3 ينزلهم على الزريعة يشتغلوا بالتجريح الأفيون، يغبروا الحشيش القنب الهندي. كانت المرأة اللبنانية بس أنها مشكلة معها بموضوع الزراعة. بهالثلاث سنين صرنا عم نشوف بنات تجار، بنات بيتعاطوا، هي شغلة خطرة. المرأة هي أم، هي بالنتيجة هي اللي بدها توقف لبنان على إجراء. زاد عنا نسبة الاستهلاك الكابتاجون، ما كان عنا قبل مشكلة كابتاجون، وعم تنباع للأسف بألف ليرة 1500 ليرة، كأنه يعني شو هي 1500 ليرة؟ الحبة تيشجعوا. أنا ما عندي فكرة لأنا تيشجعوا هالولاد ما تواخذيني لح شوكولا باش تلاقي بألف ليرة. هلأ إذا تشتري شوكولا ما بقى تلاقي، كأنه عم بيشجعوا هالشباب ليعلقون بهالمخدرات. سأب عنا السنة الماضية فضايح مثل مسكرتي حضرتك، اليوم نحن بالنصف الملقان بدنا نفرج الوجه الحلو. بكل جيوش العالم بيطلع ضابط اثنين بتنظف حالة بحالة الجيوش، يعني عادة كل الشرطة بتعيني، بس مش هالكمية وهالأرقام وهالأشخاص يلي هني مفروض يكون نحن ملجأنا لإلهم. يعني أنا كجمعية بتعرض يومية للتهديد، بروح لعنده لازم روح احتمي فيه لهيدا المسؤول. هلأ المميز انه بقيت الأجهزة الأمنية يلي هن الجيش أمن الدولة أمن العام ما لهم علاقة بموضوع المخدرات، بلشوا يشتغلوا. وهيدا الحسن نتفي الرقم، هيدا اللي خلينا انه مفرجي انه ليكوا الضبطيات هي كبيره. مضبطة. بس هو اصولا جهازين بلبنان بس بيشتغلوا مكافحه المخدرات، شعبه مكافحه المخدرات بالجمارك وعم بيعملوا انجازات رائعه، ومكتب مكافحه المخدرات بقوى الامن الداخلي يلي مفروض ينعطيهم عديد وتجهيزات. هلا وقتهم، يعني اذا هلا ما بدنا ننفض ونقوي مكتب مكافحه المخدرات يعني شو ناطرين؟ مجلس تعاون دول الخليج يمنع كل شيء صادرات من لبنان؟ اذا بلشنا مع دول الخليج ممكن نصير بعدين على الدول الاوروبيه. يعني ناطرين يعني هلا رح ينطروا لبنان بعد كم يوم، خصوصا انه مصحوات العين على لبنان، على الفساد، على كل شيء، يعني مش بس موضوع يعني المخدرات. ودائما ما هذا اللي بدي اقوله، دائما الشعب اللبناني هو عم يدفع ثمن كل هالاخطاء، كل هالفاسدين، كل هالناس اللي يعني ما عم بيفكروا بوطنه، لا بسمعته، لا بدوره، ولا بتاريخه، ولا بشعبه، ولا بشبابه، ولا بمستقبله. مش هيدا لبنان اللي بدنا اياه، من هيدا عم نركض، من هيدا اللي عم نجرب نوصل مساج انه يا عمي في ناس بلبنان اليوم ترفض. جمعية جاد بعدكم بنفس الزخم، بعدكم عم بتوعوا، بعدكم اليوم مثلا هلا الساعة 6 عندنا مؤتمر مع اتحاد بلديات صغارتا. نعم، محضرته دكتورة أميوني، نبال أميوني. شي 8 نشاطات اليوم من غير شرط، كان عندنا مؤتمر قبل الظهر. نعم. عندنا مع جمعية سوا عدة نشاطات، ولا مرة وقفنا، ولا مرة تعبنا. هالنشاطات هي نشاطات توعية، نشاطات تدريبية، تخصصية. 1-2 الشهر مثلا عندنا دورة يومين بالحربية للطلاب الضباط، يعني يومية جاد. ونحن خففنا شوي علاج، يعني صرنا بس 20% علاج. يعني العلاج عم نفشل، والمراكز الداخلي بالعالم بلشت تتسكر. إيطاليا ما عاد فيها ولا مركز داخلي. لقوا أنه ندمج المدمن بالمجتمع يكمل حياته عادي، نشلوا المشاكل الأسرية والأنونية والتنجح يعني أكثر. يعني إحنا بنعرف هون المدمن أول شيء بده يروح لعلاج صحي فطمي. طبي يرجع بعدين يدخل على أم النور أو على تأهيل نفسي إذا هو راغب. إذا مش راغب في احترام لرأيه، يعني هيدي كمان هيدي بس المشكلة. هيدي عم بيقعد سنة ونص بالداخلي، هو جاي من الداخلي راجع على البيت عم بيوقف يرجع يتعاطى. لقوا انه الداخلي هي عم بتاخر عمليه، لازم نحطه بالمجتمع. لكن الايطاليه شو عملوا؟ وين بيراقب؟ تفضل. الايطاليه سكروا كل شيء داخلي، عملوا كلينيك بكل حي. نعم. انا بشلوا مشاكله القانونيه،
سجل عدلي ببطل نازل عليه، برد له مرته على البيت، شو عليه ديوم، جرب دبر له شغل، بعد عنه اولاد الحرام، عم بيشتغلوا على هالاشياء، عم بيكمل دغري ويقلع ويمشي معهم، بيتعذب شهر شهرين. بس هذا عم نحكي بايطاليا، ما عم نحكي بلبنان. بس نحن لازم ناخذ على التجربه. اليوم نقابه المستشفيات بتقول انه مش قادره بقى تستقبل حتى الاغنياء الميسورين بس بيقدروا يفوتوا مستشفى. اليوم دخلت مريض مكبوب الشويفات، ما عنده محل، قاعد ببيت مدام نصره بمستشفى ظهر الباشر، بوجه لها التحيه، ولا ليره ولا شيء دخلت لي اليوم. بعدنا عم نقدر ايه، ظهر الباشر مستشفى متخصص لعلاج المدمنين، هذا جناح بمستشفى ظهر الباشر، مشكوره يعني، عم نعمل من لا شيء. بعرف انه الوضع ماساوي من جميع النواحي، مش بس وزاره الصحه، كل الوزارات عم بتعاني. بس اليوم جمعيه، انا بدي اعطيكي مثل، نحن السنه الماضيه فايت على جمعيه جاد 7 مليون ليره. نعم، جمعيه بسنه 7 مليون ليره، نحن 6 جمعيات. نعم، يعني شو بدها تعمل 6 جمعيات يعملوا ب 7 مليون ليره؟ ما عندنا المقدرة المالية، عم نجرب الرقع بالموجود. عندكم مساعد وزارة الصحة مثلا؟ لا، أو وزارة لا يا ريت. وزارة الصحة عنا عقد نحن وياهم، سنة بنقبض سنتين، لا وبنقبضوا بيعطونا ربعه يا ونصه، هو قيمة المبلغ كله 50 مليون إذا قبضناه، بس مثلا 3 سنين هلا قبضنا 24 مليون، قسمينه على 3 سنين، السنة دخلوا هودي على 3 سنين. شو بدهم يعملوا 6 جمعيات؟ وزارة الشؤون صفر، ولا شيء، ولا عائد ولا شيء. هلا كان وزير الأحد عندنا بجبال زار المتحف وقدمنا له مشروع التدريب، بس يا أخي ما بدنا نحن مصاري لندرب مثل ما عم ندرب الدرك، الجيش، الأمن العام، الجمارك، شرطة دبي، أمن عام الأردن، أمن عام قطر، عم نشتغل مع عدة أجهزة عالمية وعم نبرع، عم نكون مميزين. ليش وزارة الشؤون ما بده يكون عندها عقد مع جمعية جاد؟ يعني الجمعيات الأخرى اللي مش معروف شو شغلها اللي بدها تكون أهم منها، هيدا اللي هو عم نطالب فيه. إذا رجعت هالدولة وقفت على إجرائها، وإذا رجعنا قلعنا. لا، نحن ما بدنا نفقد ابدا امل، مع العلم انه ولا لبناني اليوم هلا عم يسمعني عنده امل، يعني عايشين على ما يقدر الله. مثل الواحد بيقول اكثر ما مر علينا، على انا بقول لهم تونيل نهر الكلب هو اكبر برهان، بس مش مر علينا كثير، بس ما رح نيأس مسحوات، يعني نحن رح نضلنا متمسكين بالبلد. ومثل ما قلت هلا نص المليان بدنا دائما نفتش نص المليان بالكبايه، نص المليان بالكبايه، ونزيده ونزيده، اللهم ان شاء الله للبد ما تخلص هالازمه وهالمرحله. بدها تخلص، بس المهم انه ما نروح. ذكرت عن اللي عم ينتحروا اليوم، شو هالتخلي يعني، كلهم شباب، هذا اللي بيحزنك. حتى بتطلع بوجوه الناس بتحكي حالها، يعني ما طبيعي، الناس ما عارفه، بده يقعد كل النهار على الترمبه ليزلوا له يعبوا له ب 20,000 ليره. بيروح يشتري حليب، امبارح زميلي معي بالجمعيه جوانا عزار عملي فيديو ببكي، ابنه عمره شهرين بالبيت، بنتها مش قادره تجيب لها حليب، عم تبرم، قال لي من الصبح انا اليوم معطله من صيدليه لصيدليه، مش عم بقدر امن مجمع حليب لبنتي. شوف اليوم هلا بصوره اليوم، يمكن بعد ما صار وقتها، ما بعرف اذا بعد عندي وقت، رح نحط صوره اليوم تصديقا لكلامك اليوم، شو صار بمنطقه بعكار. رح نشوفها وشوف شو صار، بما انه جبنا سيره الحليب. هي تقطعت بالحليب. لك لك، شوف 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 شو صار. هيدا الفان مثل ما عرفت كان مهرب حليب، بوقفوه ببلدة بعكار، بينزلوا كل الحليب وعم بيوزعوه على المارة اللي بده وما بده. نحن رح نوصل لمرحلة هيك الشعب ينتفض، الشعب ينتفض، لأنه الحليب للأطفال هيدا غذائهم الأساسي والوحيد. فاليوم مشكورين بعكار، ليك شو عملوا، يعني وقفوا هالفان يلي كان مهرب الحليب، وقفوا ووزعوا على كل الناس. وهذا اللي رح يصير، لأنه ثورة الجياع، هي هي ثورة الجياع. رح تضل ساكت العالم بالأخير، يعني بده يطعمي ولاده بالأخير، بده ياكل هو. مش بس الدواء، مش بس الحليب، مش بس البنزين، الكهرباء، الخبز، ما كل يوم بيخلقونا يعني نصير قاعدين ناطرين اليوم شو رح يحضروا لنا. اكيد، لانه الخبز هو لقمه الفقير، يعني اليوم كل شيء بدق فيه، بس الخبز مستحيل. اليوم الوزير بحكومه تصريف الاعمال راؤول نعمه صار حاططها على البورصه العالميه على القمح، يعني نحن عندنا بالجمعه مرتين سعر ربطه خبز، لانه مربوطه بالسعر العالمي للقمح. وشغلة تانية هلا رفع الدعم عن السكر، وبكره بيرفع الدعم عن ال عن النايلون، عن الربطة، عن الربطة، لا عن الخميرة. قديش بتصير هذا الفقير؟ شو
انا في كثير ناس بعرف اذا حصلوا عليها ما عندهم شيء ياكلوا فيها بيلتوها بالمي. حد الادنى 650 700 ألف، كيف بده يعيش هاللبناني بعد بالحد الادنى؟ ما بيصير ما بيصير. حتى هيك نعمل خلاصه اليوم وحتى نقول انه نحن ما رح نيأس اكيد نصحهم، هو النص الملقان اليوم كرمال هيك. وهالشباب الموجودين معك اللي كلهم متطوعين يلي هن بخدمه زملائهم وابناء جيلهم يلي بالنتيجه البلد هن مستقبله، قد ايه بدنا نزرع الوعي والوعي وانه هيدي مرحله صعبه بتقطع ما رح تبقى هيك. ما ييأسوا، ما ينتحروا، ما يملوا، يواجهوا. في اشياء حلوه يعملوها، موسيقى، سبور، مشي بالطبيعه. كنت صرنا نشوف كثير لبنانيين مثلا عندك بيت شليله الشلال والنهر. نعم. طريق رائع انا بمشيها كل فتره. دروب الجبل يلي وين ما كان كلها في ضيعه اليوم، مشار بالطريق القداسي يلي صحيح. بين المحبسه طريق السما، وين ما بتبرمي بلبنان عندنا طبيعه رائعه وفي كثير لبنانيه، يعني فينا نهرب لاشياء حلوه، مش بالضروري نستسلم ونروح للمخدرات، مخدرات ايجال موت حكما، ما عندنا خيار ثاني بموضوع المخدرات. معهم حق، ما في شغل، يأسانين، شباب عم بيروح سنين عمرهم، ما عاد عندهم احلام، هي اللي بخوفك اليوم، واحد بينتحر وقت اللي بيروح الحلم. مش بس الشباب، الناس كلها اليوم قلقانه، يعني رب البيت من قلقان، واللي ترك شغله قلقان، واللي ظهروا من شغله قلقان، كل الناس اليوم بتوعى الصبح ما بتعرف اي مصيبه بتوعى لها. في شيء محضر لنا. مراحل، يعني هيك صرنا نفكر انه اليوم خير ان شاء الله، شو محضرين لنا؟ للأسف على أمل بنرجع نقول اليوم اسمه النص الملقان يلي هو الوجه الحلو يلي هو النص المليان تبع الكباية، مش رح نستسلم اللي منقدر نعمله. هيدا اللبناني مميز الطائر الفينيك مثل ما بيقلن، من لا شيء بيعمل شيء، وهيدا اللي نحن اللي عم نعمل. نحن هالنص بدنا نمليه للفوق، يلا عنيت الله وهيني، وبعد في عنا عيلة وعنا دين وعنا أخلاق وعنا ناس طيبين. لبنان كتير هينة تكافح المخدرات فيه، منو أمستردام، منو أمريكا، منو بلاد كبيرة، بالعكس نحن بعدنا طيبين، في شعب طيب، وبعد بتلاقي ناس بتروح بتصلي، بعد بتلاقي أم وبي وعيلة بيقعدوا كل أحد، هو ما بتلاقيهم، هو بيساعدوكي، هو عامل إيجابي لتحصني لبنان من مواجهة المخدرات. يعني الأهل يكونوا واعيين أكثر على تصرفات ولادهم. هي بس قصة مسؤولين يسكروا هالحنفيات، يعني هالمتورطين الكبار يحلوا عنا، يعني يتاجروا بالبدن إياه إلا بالمخدرات. ولما بيكمشوا على القليلة هالمصريات يعني قيمتها على القليلة تنصرف لشيء. أكيد، لأنه هيدا مسؤول لازم يكون 4-5 مرات عقوبته، مش 100%. مستر جوزيف حوض، أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم، بدي أشكر من خلال كل المتطوعين، كل العاملين اليوم يلي عم بيساندوا مجتمعنا وشبابنا حتى نقدر نقطع هالمرحلة الصعبة. وبعطيكم موعد بكرة دايما عبر الـ MTV الحل عنا. إلى اللقاء. We'll be right back.